النبيل الفوداعي من تعز من اليمن للحبيبة السعيدة، وتمت إذاعتها أكثر من مرة في قناة تلفزيونية باليمن بعد ما سجلوا معي اليوم قناة المغترب، سجلوا معي لقاء وأزعوها، عملوا لها فيديو كليب وأزعوها أكثر من مرة في التلفزيون اليمني، وكمان في موجز الأخبار نزلوا الخبر أول ما تعاونت وأول ما سمعوها بالعود أنا والأستاذ نبيل الفوداعي. مش هطول عليكم، سمعكم جزء من الغنوة. اسم الغنوة تاني؟ اسم الغنوة يلي عبرت المكلا، طبعا وادي معروف، الله الله، قريب على حضرموت وقريب من البحر وجميل ومشهور يعني بالجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا ان يكون في ضيافتنا اليوم الملحن والمطرب الاستاذ محمد وحيد. بعدين ما بصيت فجأة لقيت المدام بتاعته
وهي كانت ممثلة الأستاذة نسمة عادل. هي بسم الله ما شاء الله بتتمتع بقدر كبير من الجمال، فأنا عزرت قلت إيه ده، مين القمر دي، ده ما كانش الوش ده هنا بتاعه عنا. قالت لي مين حضرتك، فقلت لها أنا اسمي سامي والأستاذ مش هنا وكده، وسألت على صديقي وكده، هو ندهني من جوه، خش يا سامي اتفضل يا حبيبي أنت فين. دخلت طبعا اتفاجئت، فلقيته قاعد متضايق كده وكده، ودي كانت أول غنوة في الفيلم، وهو الألحان والكلمات بتاعت الفيلم ألحاني وكلامي يعني، أنا كمان كتبت ممكن الكلمات. تسمعنا ليه؟ أنا من كلماتك؟ كل الفيلم كان كلامي ولحني، كل الفيلم كل الفيلم حتى التتر كده. فلك مكشر كده متضايق وشايل هم سنين مزاجك مفهوش دم، فلا
بتطلع من جوه روحها، يعني الروح هي اللي بتطلع. طلع من روحها. نعم. بس انت لا تطلع روحها. لا يا بيه عماله بتنفذ يعني. بتطلع لا طاقه، بتطلع طاقه وهي موجوده يعني اعلى. لا لا هي عشان تكمل. العجيب انه كمل. الناس اللي عندهم ترى الرغبه والاستعداد اللي احنا ده كمل. يعني لما انا كان يوصل لها من التدريب ولا من الدراسه ولا لا لا لازم يكون من الله. لازم يكون تالنت. ملك تالنت. نعم. عرب كان تالنت زين. نعم. من فتره بسيطه. تحط ذا الشيء يعني؟ من فتره بسيطه وانا وجالس مع المطربه الجزائريه امينه منصور. سمعت المذهب ده مني بدندنه وقالت ايه ده؟ امينه منصور مطربه فنانه من الجزائر ليها 6 اعمال في الجزائر وحاليا بتسوي معايا البوم كامل ان شاء الله. اللي هي زوجته اسمه لك ايه؟ لا هي دلوقتي احنا مرتبطين ببعض تزوجنا. والله؟ ايوه هي المدام. المدام. ايوه المدام. مشهوره المدام. المدام. فالمهم عملت يعني ربط. هي انا طبعا عايز انفذ لها اي طلب. ايوه مدام. احنا نكتب. قلت لها دلوقتي هكتبها. وعلى حالها لك دلوقتي. ها؟ دلوقتي هكتبها ولا حالها لك دلوقتي. كنا قاعدين في الكافيه. تبغى تديها طلب. نشرب حاجة. قلت لها دلوقتي هكتبها لك وعلى حالها. مش رايح. قالت لي يعني الحين كده على طول. قلت لها ايوه الحين. فمسكت القلم. انت غير عايش. كتبت انا يا ما قلت لك هي بتقول يا قلبي فايلو اتميله في كل مره ترجع لي بدمعتك وانا اللي بدوق المره واتحمل غلطتك.